السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم كل خير وصحة وسلامة. أخوكم المهندس يوسف القحطاني وحياكم الله معاي في حلقة جديدة من برنامج يوسف شو. سيارتنا اليوم الكادلك السيتي 5 الجديدة بالكامل. هذه تعتبر أول جيل، صحيح أنها بديلة السيتي اس، والغريب أن الاس مشابه للنمبر 5 أو رقم 5، فتقدر تقول سيتي اس أو سيتي 5، ولكن هي تعتبر الجيل الجديد وجيل جديد بالكامل على تصاميم الكادلك الجديدة سواء من برا أو من الداخل. راح نتعرف عليها اليوم إن شاء الله، أكيد الشكل الخارجي الشكل الداخلي، الأعضاء المنتسبين راح تكون لهم حلقة خاصة، راح يتعرفون على قيمة امتلاك السيارة، الضمان، إيش الأشياء اللي يشملها الضمان، باكج الصيانة، كم مدة الصيانة، أسعار قطع الغيار، أداء السيارة، تسارعها من 0 إلى 100، البريكات من 100 إلى 0. وبنهاية الحلقة أكيد راح أقارنها في المنافسين من الشركات الثانية، وراح يكون فيه تقييم كامل وشامل للسيارة، الشكل الخارجي، الشكل الداخلي، أداء السيارة، تكلفة امتلاك السيارة، وأكيد صوت الإكزوز. كل الأشياء هذه بتكون خاصة للأعضاء المنتسبين، وبما أن ذكرنا المنتسبين أبيكم ترحبون معاي في العضو الجديد أخونا مشعل الجابر. يا هلا ومسهلا، حياك الله ونورت القناة وكل المتابعين. ايش رايكم اخذكم في جولة مع الكادلك سيتي 5. الكادلك السيتي 5 الجديدة بالكامل، وراح نشوف اللون كحلي، ما يبين بالليل أكيد، بس بالنهار بيبين إن شاء الله. ونشوف الفاست باك اللي اعتمدت عليه الكادلك في التصميم الجديد، وسيارة اليوم اللي تعتبر اللوكجري. مثل ما احنا عارفين الكادلك تعتمد على حرف الواي، تبدأ السيارة كلوكجري اللي هي الستاندرد، يجي بعدها البريميوم لوكجري اللي هي سيارتنا اليوم أو السبورت، وبعدها تجي السيتي اس في، وآخر شيء اللي هي السيتي اس في البلاك وينج اللي تعتبر منافسة للم 3 السي 63 اس. تصميم السيارة بطل، وتجي محرك أمامي وستاندرد، تجي دفع خلفي، وإذا تبغاها ممكن تأخذها دفع رباعي. راح نشوف اللوكجري، يكون عندك كل شيء كروم، كل الملامح هذه بتكون كروم، بينما في السبورت الملامح هذه بتتحول إلى الأسود. فنشوف راح تكون هذه كلها أسود، بينما في اللوكجري تكون كلها كروم، حتى مسكات الأبواب هذه راح تكون أسود، بينما في اللوكجري راح تكون كروم. من الخلف نفس الشيء راح تكون كروم. فتحات الإكزوز فتحتين حقيقية، يمكن تشوفون شعار الكادلك، وهذا المسمى الجديد حق سيارات الكادلك، يحطون لك مثلا 350 أو 400 أو 600، هذا التورك، والتي اللي هو تيربو. السيارة عليها كاميرا 360 درجة، ونشوف زوايا حادة، فيه شكل كأنه شكل جناح، ومع ذلك تقدر تطلب عليها جناح إضافي. شوف حركة الدبة رياضية، هذه المنطقة كلها تبريد، بينما عندك ما شاء الله المحرك هذا 2.0 241 حصان،
350 نيوتن متر العزم. الحلو في الدبة انك تقدر تمرر رجلك من تحت الصدام والدعامية اللي ورا وتفتح الدبة، مع انها ما هي كهربائية، بس شوف شلون راح تفتح للآخر احسن من بعض السيارات اللي تفتح بعدين توقف، لازم انك انت ترفعها. الدبة تعتبر حجم وسط، تمرر رجلك من تحت وتفتحها من داخل او عن طريق ريموت، حجمها 337 لتر، وعندك تخزين يمين وعندك يسار البطارية حقت السيارة، ما شاء الله بطاريتها كبيرة. وتحت راح يكون فيه عدة السيارة او اماكن تخزين، تقدر تطلبها طبعا اكيد كهربائي بالكامل. سعر السيارة هذه بالاوبشنز اللي عليها اللي هي البريميوم لوكجري 16700 دينار، تقريبا 206000 ريال سعودي او تقريبا 55000 دولار. وهذه السيارة بالنهار صراحة عجبني انها مرتفعة على الارض، بس مو هم مبين، يعني لما تمشي السيارة ما هم مبين انها مرتفعة، وهذا شيء حلو، تصميم خرافي روعة، حتى شكل الجنوط بالرنجات روعة، عندك شعار الكدلك، هذا الوجه اللي تحس انه جميل جدا وعنيف جدا، والإضاءة يعني طول الإضاءة فيه روعة. هذه تبين من برا كأنها البروجيكتور أو الهدب ديسبلاي، ولكن هذه حقت التحذير من الاصطدام الأمامي. وهذا شكل السيارة داخل بالنهار، تصميمها روعة، سهل وبسيط ولكنه يعطيك فخامة كلاسيكية. شوف الكونسول اللي في الوسط، الوايرلس تشارج هذا هو، ولكن هذا حق انك تحط موبايلك، ما في وايرلس تشارج بس تقدر تحط موبايلك بالطريقة هذه. هذه السيارة من وراء لون بيج مع اسود، فتحة السقف، بانوراما من برا ما تبين الا في الالوان الفاتحة. نشوف الكاميرا الخلفية، راح نشوف في هناك كاميرا اللي تكون فوق اللي هي هذه، لما تشغل هذه هي الكاميرا اللي في الزعنف اللي فوق. هذه الفخامة اللي متوفرة في الكدلك، أوريكم شكل السيارة مقارنة في السوبر كارز، إذا أنك شخص ربعك روحون الويكند على السوبر كارز ممكن أنك تشوف شكل السيارة. نبدأها الجي تي 2 997، ما شاء الله الـ 488، هذا موترنا اليوم، هتشوفون شكلها ضخم جدا مقارنة في السيارات السبورتس، وهذا شيء طبيعي، بس أعتقد أن شكلها كتصميم روعة، تحسها رياضي خالط لك مع فخامة. شوف عندك الكورفتس جي تي 3، تارجا، اسلس جي تي 3 ار اس، جي تي 4 والجي تي 3. من الزاوية هذه تختفي السي تي 5، ما شاء الله الأجنحة اللي وراها كبيرة جدا. هذه سي تي 5، وهذه إضاءة السيارة، إذا بقرب منها المفروض تشتغل. كما انتم شايفين بدون محرك لا ريموت ولا شيء. شوف الإضاءة في الأبواب، مسكات الأبواب، عندك نفس الشيء وراء الإضاءة حقت انك تعبر إلى البيت، نفس الشيء عندك هذه الإضاءة اللي في الأرض، مجرد ما تمرر رجلك تحتها تفتح معك الدبة، بس عشان قاعد أمر على الرصيف افتح السيارة بالريموت
سكرها بالريموت، افتحها بالريموت. سكرها بالريموت. شوف الإضاءة اللي في الدبة، الحين مررت رجلي فتحت، شفنا في إضاءة LED مخفية. شوف الإضاءة من داخل، شوف العدادات الحين مفتوحة لأن أحس إني جنبها. ضغطة تفتح. شوف الشعار الكدلك، هذه إضاءة الباب. للحين السيارة ما رحبت، لازم نركب عشان ترحب فينا. شوف الإضاءة بالكامل داخل، أبيض عند الأرجل عزكم الله. خلنا نشوف، هذا ترحيب الكدلك. نشغل، هذه إضاءة السيارة من داخل خفيفة. طبعا أكيد تقدر تتحكم في قوة الإضاءة، ضعف الإضاءة مثل ما احنا شايفين الحين، درجة انك ممكن الشاشة تكون طافية. إذا انك مسافر تقدر تعدل فيها، تزود على اللي يريحك. شغل الأنوار الخارجية بالكامل، شغل عالي فليشر. إذا في إضاءة كورنر، في إضاءة كورنر. شوف ورا نفس الشيء، في الأبواب عندك إضاءة، كل الإضاءة داخل السيارة أبيض. وهذه إضاءة السيارة من قدام. هذه من وراء، شكلها بدأ ينزل مطر. هذه الإضاءة من برا عالي والواطي، كل الإضاءة LED. شوف إضاءة الكورنر هذه، صراحة الإضاءة في الكدلك خرافية. بسم الله، شغل السيارة. الأرقام ما هي وحش، عادي يعني، سيارة خلنا نقول اقتصادية إلى أبعد حد، بس مجرد ما تركب في السيارة وتحس بإحساس السكان، الدركسون، لمسة البنزين، مع أني أنا الآن حطها على التور، يعني القيادة داخل المدينة، ما في أي نوع من أنواع الأداء الرياضي، لأنك تحس أنها خفيفة، دوسة خفيفة ما شاء الله تفز معك، تحس السكان ممتع، قاعد يستجيب لجميع حركات يدك، ما تحس انه في فراغ، مع انك تقدر انك تعدل في الاعدادات اللي موجودة في السيارة على اللي يناسبك. مثلا اذا بروح للسيارة عندك ماي مود، تقدر انك تعدل في صوت المكينة انه يكون سبورت او عادي، الستيرنج او السكان، احساس البريك. فصراحة الشغل اللي سوته الكدلك في السيارة انه روعة. لو بحطها مثلا على سبورت، فلو بنتكلم مثلا عن الماكينة اللي هي الجيل الجديد من الـ 2.0 اللي هي الـ 2000 سي سي، 241 حصان على 5000 RPM، التورك 350 نيوتن متر، العزم راح تاخذه من 1500، وفعلا الحين ماشي 60 والسيارة على 1300، مجرد ما انزل رجلي شوي راح تلقون السيارة ما شاء الله تفز. فكأداء هذه تقريبا راح تحس نفس الأداء اللي في السي 300 من المرسيدس او ال 330 من البي ام
احساسها والاستجابه في المحرك حقها ما شاء الله تبارك الله. تسارع السياره هذه من 0 الى 100 يقولون انها في 6.6 ثواني. خلونا نجربها مع بعض. وزن السياره من خلف المقود يمكن تقول وزنها 1400 كيلو، لكن بالورق وزن السيارة 1660. أنا صراحة تفاجأت. ليش؟ السيت اب حق السيارة من الشاسيه وانت طالع كل شيء في السيارة هذه متغير علشان يعطيك الأداء ومتعة القيادة. السواق واللي يقود السيارة هذه يبغونه ينبسط ويستمتع، بدل ما المشوار ياخذه مثلا في 10 دقائق ياخذه مثلا في نص ساعة. مثل ما قلت الماكينة هذه حق التوفير في البنزين، فداخل المدينة راح يكون استهلاكها 10.2 لتر كل 100 كيلو، على الطرق السريعة 7.3 لتر لكل 100 كيلو، المتوسط بين الاثنين تقريبا 9 لتر لكل 100 كيلو. كدلك بدعت في وضع استهلاك البنزين لدرجة ان الاربع سلندر ممكن يشتغل 2 سلندر اذا قيادتك اقتصادية جدا، بينما الستة سلندر ممكن انه يشتغل 3 سلندر. والجير عندك 10 سرعات، يعني السيارة مريحة على كل السرعات. نجي لنظام التعليق اللي ما ادري شو اقول لكم، رياضي ومريح بشكل لازم انك تجرب علشان تعرف شلون رياضي ومريح، ترى معادلة جدا صعبة. فعندك نظام التعليق نفس الشيء، راح يكون عندك 3 اللي هو الستاندرد اللي موجود على اللوكجري. شوفوا الآن طريق مكسر روعة، ما تحس انك تناقص، فممكن اهلك او عائلتك يركبون معاك ويكونون جدا مرتاحين. نفس الشيء لما تجي تركب السيارة هذه وتحرك فيها وتمسك بريك راح تحس انك راكب سيارة سبورت. حتى في البريك العادي اللي في السيارة هذه، البريك العادي مجرد ما تلمس البريك راح يمسك معك، وفيها الامرجنسي بريك ستاندرد كسلامة وسيفتي لك. ما شاء الله تبارك الله، فعلا الإحساس هذا يعطيك إحساس بالأمان، وحلو أنك تعرف أنك مجرد ما تمسك البريك راح يعطيك الإحساس الرياضي. ونفس الشيء البريكات تجي عندك أكثر من نوع، الستاندرد زي سيارتنا اليوم، ومعطي لك أوبشن على البريكات أنك تقدر تطلب عليها في باكيج ولا أروع، تقدر تطلبه على فئات السبورت اللي يسمونه البرفورمانس باكيج. هذا يعطيك لو في 2 وراء يعني يشاورون بعض أنا أقدر أسمعه، من كثر ما السيارة فيها عزل رهيب، ما أسمع صوت المرايا، ما أسمع صوت الهواء اللي يمر من الجنب، ما أسمع من فوق. يعني ما شاء الله العزل في السيارة صراحة روعة. لو بفتح الدريشة الآن ممكن تسمع الصوت. عندك فتحة سقف تقدر تسوي لها تلت عشان نسمعكم السوبر كارز اللي معنا اليوم. خليها سبورت. تتوقعون السيارة هذه ممكن تسوي دريفت؟ خلونا نجرب. طبعا المحرك الستة سلندر تقدر تطلبه على اللوكجري اللي هي سيارتنا اليوم، تقدر تطلبها ماكينة 4 سلندر او تقدر تطلبها مثلا 6 سلندر. خلونا نجرب أداء السيارة، أحطها على ماي مود اللي هو كل شيء سبورت، لفتين سريعة نشوف أداء السيارة. أوكي، جربت السيارة على مدى الويكند يومين، إيش الأشياء اللي عجبتني؟ وإيش الأشياء اللي أحس أنها تحتاج شوية شغل؟ منهم المنافسين للسيارة هذه؟ أي واحدة فيهم اللي تناسبك؟ نجي للضمان، إذا أخذت السيارة هذه من أي وكيل في دول الخليج، هذا الشيء اللي روعة. وش الأشياء اللي راح تكون مشمولة في الصيانة؟ أوكي، نجي الآن لتقييم السيارة. صراحة السيارة روعة، مثل ما توقعت راح تكون ممتعة في القيادة، راح تكون فخمة، وبيني وبينكم شكلها في المواقف لما تصفطها مع السيارات لها حضور كبير. وللأسف أني لقيت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب في ناس كثير حتى كانوا مشاهير جدا جربوا السيارة هذه، وللأسف أن ظلموها، قارنوها في الفئة الخامسة وفي الإي كلاس، بينما هي تقارن في الفئة الثالثة. الكلام هذا مو بكلامي، كلام اللي صنع السيارة هذه، وذكروا في بعض الشغلات اللي أنا كعاشق وهاوي للسيارات
أتفاجأ أن ناس محترفين أو يقولون عن أنفسهم أنهم محترفين وجربوا السيارة هذه وأعطوك فيها معلومات للأسف أنها غلط. لذلك الله يعينكم أنكم تدورون على المعلومة الصحيحة من الشخص الصحيح. السيارة هذه صراحة عجبتني كباكج كامل صراحة أنها روعة. لا تنسون اشتراك، سبسكرايب، لايك، مشاركة الحلقة هذه للناس اللي يعزون عليكم، أو أنكم تنتسبون في القناة وتأخذون المعلومات الحصرية. المنتسبين راح يشوفون حلقة قد تكون ساعة فيها تفاصيل السيارة هذه، الأداء، أسعار الصيانة، أسعار قطع الغيار، تقييم السيارة كامل وشامل، خارجي، داخلي، أداء، تكلفة امتلاك السيارة، صوت الإكزوز. ونشوفكم في حلقة قادمة، وفمان الله.